النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل تداولاتها المبكرة اليوم بعد أن ارتفعت بقوة خلال اليومين الماضيين متجاهلة قرارات دول كبرى لسحب مخزوناتها الاستراتيجية في تكتل منسق لكبح الأسعار في وقت يستعد تحالف أوبك بلس للرد على مبادرة الرئيس جو بايدن خلال اجتماعه الأسبوع المقبل للبحث عن الطلب والمعروض النفطي. تشتد جبهة كبار مستهلكي النفط في مواجهة تحالف أوبك بلس وتتوسع رقعتها بانضمام الصين لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن واللجوء لاستخدام احتياطي الخام الاستراتيجي في توافق نادر لقيادة أكبر اقتصادين في العالم. بكين التي لم تحدد موعد السحب أو كمية النفط المعنية بالعملية اكتفت بتأكيد أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار أسواق النفط بعد سحب كميات من مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام. وعلى خطى الصين والهند وقبلهما بريطانيا، كشفت طوكيو عن نيتها تنظيم مزاد علني لبيع نحو 4,200,000 برميل من مخزونها الوطني بنهاية العام الجاري، بما يعادل يوماً أو اثنين من الاستهلاك الداخلي من الخام. في الطرف الآخر من الحرب النفطية المستعرة، تكشف صحيفة وول ستريت جورنال عن مشاورات روسية سعودية قد تنتهي بإلغاء زيادة مرتقبة لتحالف أوبك بلس تضمن ضخ كميات بنحو 400,000 برميل يومياً من الخام اعتباراً من الفاتح ديسمبر المقبل. تحركات تؤشر إلى صلابة موقف أكبر منتجي للنفط في العالم في مواجهة حرب المستهلكين، مثلما ترسم ملامح الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في 2 ديسمبر المقبل الذي يتجه على ما يبدو لتشديد سياسته الإنتاجية مدعومة بعودة سياسات الإغلاق العام وشكوك حول ضعف الطلب على الذهب الأسود. هذا وتبرأت وكالة الطاقة الدولية من لجوء دول من كبار مستهلكي النفط لمخزونتها الاستراتيجية من الخام في تحرك منسق لخفض الأسعار. وقال المدير التنفيذي للوكالة فتح بيرول أن الهيئة لا تتدخل باللجوء لمخزونات الطاقة إلا لمواجهة حالات التعطل الكبير في الإمدادات. الوكالة التي تمثل مصالح الدول المستهلكة للطاقة اتهمت السعودية وروسيا ومنتجي الطاقة الرئيسيين الآخرين بخلق ما أسمته تشديداً أو نقصاً مصطنعاً في أسواق النفط والغاز العالمية، وحثت تحالف أوبك بلس على تسريع عودة الإمدادات. هذا وأعلنت الإمارات الخميس التزامها الكامل باتفاق إعلان التعاون في مجموعة أوبك بلس نافية وجود موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف. وأفادت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن وزارة الطاقة الإماراتية تأكيدها أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل التحالف في اجتماعها المقبل من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في وقت متأخر الأربعاء نقلا عن وزارة النفط الكويتية الالتزام الكامل باتفاق تحالف أوبك بلس. في المقابل، وصفت كبرى بنوك الاستثمار الأمريكية سعر النفط عند مستوى 80 دولار للبرميل بالمنخفض بالنظر لارتفاع مؤشرات السلع والأصول في الأسواق العالمية. وذكرت مجموعة جي بي مورغان لأبحاث السلع الأولية أن أي تأثير على أسعار النفط السحب من احتياطات الخام لن يستمر لفترة طويلة، متوقعة أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الجائحة الصحية بحلول مارس القادم. من جهتها، أكد بنك جولدمان ساكس أن السحب المنسق قد يضيف حوالي 80 مليون برميل إلى المعروض من الخام، ما يمثل كمية أقل من 100 مليون برميل أو أكثر. في شأن طاقوي آخر، يفقد الإنتاج الليبي من النفط نحو 90,000 برميل يوميا لمدة أسبوع اعتبارا من الأربعاء بفعل أعمال صيانة تابعة لشركة الواح. ويبلغ الإنتاج الحالي الليبي من النفط نحو 1,300,000 برميل يوميا بعدما تعرض لتوقف شبه تام خلال العام الماضي بسبب النزاعات السياسية
التي نشبت بين المناطق الشرقية والغربية للبلاد، وتستثنى ليبيا من اتفاق خفض الانتاج الذي أقره تحالف أوبك بلس في مايو 2020 بسبب التراجع الفعلي للانتاج خلال العام الماضي. عودت أسعار الغاز في أوروبا منحها التصاعدي الأربعاء وسط مخاوف من شح الإمدادات القادمة من روسيا. ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز في مركز هولندا بنسبة 2% لتصل إلى 1082 دولار لكل متر مكعب من الغاز، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مشروع ستريم 2 الرابط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق بسعة تصل إلى 55 مليار متر مكعب. أطلقت سوناتراك الجزائرية خطة شاملة تستهدف توطين صفقات المناولة الصناعية والخدماتية محليا في خطوة لتقليص تحويل العملة الصعبة واللجوء إلى الأجانب، خطة تطمح عبرها المجموعة النفطية العملاقة إلى توجيه نحو 30% كحد أدنى من عقودها لشركات جزائرية. بين أجنحة الطبعة السادسة للمناولة الصناعية، فضلت سوناتراك أن تحضر بأكبر جناح في فعالية التظاهرة في خيار يعكس بوادر استراتيجية المجموعة الطاقوية العملاقة في توطين خدمة المناولة محلياً بمنح حصة معتبرة من صفقاتها للشركة الجزائرية. سوناتراك من مهامها الأولى أو أهدافها الأولى هو إنعاش الاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية الاقتصادية، فلهذا شاركت في هذا الجست 21 وحضرت بقوة بحيث بكل الإطارات تاع سوناتراك هنا وحتى تساعد في سياسة ترقية المحتوى المحلي الوطني، وهذه الاستراتيجية الجديدة لسوناتراك لترقية المحتوى المحلي محاولة من سوناتراك حتى ترشيد التكلفة وإعطاء دفعة للشركات الجزائرية الوطنية والشركات الناشئة. وتطمح المجموعة عبر استراتيجيتها الجديدة لوضع 30% كحد أدنى من نشاطها في المناولة تحت تصرف الشركة المحلية، مسار بدأته المجموعة بمنحها زيادة من 2000 صفقة بقيمة تتجاوز 3 ملايير دولار منذ 2020، والهدف تقليص تكاليف اللجوء للخبرة الأجنبية. أن سوناتراك الآن أنشأت برنامج، وهذا البرنامج Cost Optimization System Tracking، وهذا البرنامج هو برنامج يقوم بتحفيز الشركات المحلية بحيث أن هذا التوجه يمكننا للشركات المناولة المحلية أن تساعد سوناتراك على تخفيض كلفتها من العملة الصعبة هذا والتحكم في التكنولوجيا. وتشكل عقود المناولة الخدماتية في شتى مجالات النشاط نحو 13 مليار دولار سنوياً من نفقات التسيير لأكبر مؤسسة اقتصادية في إفريقيا، تكلفة باهظة ترغب مجموعة سوناتراك لتحويلها كعائدة في حصيلة الشركة المحلية عبر بوابة المناولة الصناعية والخدماتية. أعلنت شركة طيران الإمارات عن تعيين عمر الحميري على رأس مكتبها الإقليمي بالجزائر. بيان عن الشركة الإماراتية أوضح أن تعيين الحميري يأتي في أعقاب استئناف نشاط الناقلة الإماراتية في الجزائر خلال الشهر الجاري، على أن يتكفل بالإشراف على نشاط الشركة والمساعدة على تعزيز مكانتها عبر التطوير التدريجي لعملياتها بالجزائر. واستأنف طيران الإمارات خدمة الجزائر منذ 9 نوفمبر الجاري وبمعدل رحلتين في الأسبوع من دبي إلى الجزائر العاصمة.
توجت المباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بإبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، إلى جانب تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استثمارات في تركيا. بنهاية قطيعة سياسية دامت 10 سنوات، يحل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النهيان بتركيا. عقد من الجفاء وحالة التوتر غدتها صراعات بسط النفوذ بين البلدين. كان الاقتصاد خلالها حلقة تواصل نادرة بين أنقرة وأبو ظبي. توافق غير معلن تعكسه أحدث مؤشرات المبادلات التجارية بين البلدين التي ارتفعت بنسبة 100% خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتتجاوز 7 ملايير دولار في الأشهر 6 الأولى من العام الجاري. معاملات تجارية بينية ما فتئت تتزايد ملامسة عتبة 90 مليار دولار في السنوات 10 الأخيرة، في ذروة تصاعد الخلافات السياسية والدبلوماسية بشأن عديد الملفات الإقليمية، في وقت سجلت ذات المبادلات بين البلدين غير النفطية مستوى غير مسبوق مناهزة 9 ملايير دولار العام الماضي. أرقام تضع تركيا الشريك التجاري 11 للإمارات العربية المتحدة، في حين جعلت من الدولة الخليجية الشريك 12 عالميا لتركيا. بالتزامن مع مبادلات تجارية مزدهرة، شهدت الاستثمارات الإماراتية في تركيا ارتفاعاً ملفتاً بمستوى قارب 5 ملايير دولار السنة الماضية، في حين سجلت الشركات التركية حضورها في الاقتصاد الإماراتي بضخ استثمارات تجاوز 350 مليون دولار. حركية استثمارية مرشحة للارتفاع مع كشف صندوق الاستثمار السيادي لإمارة أبو ظبي عن نوايا لضخ استثمارات بمليار دولار في مشاريع الرعاية الصحية والخدماتية التركية. في موضوع آخر، حذرت منظمة الأغذية والزراعة فاو من صدمات جديدة قد تعترض الأنظمة الصحية والزراعية في البلدان التي لا تزال تواجه تداعيات جائحة كورونا. الهيئة الأممية ذكرت أن 3 ملايير شخص عاجزون عن تأمين الغذاء حاليا عبر العالم، إلى جانب 1 مليار شخص آخرين معرضين لخطر العوز الغذائي. فتئ العالم يتعافى من الغجاف الاقتصادي المتواصل لسنتين، حتى بدأ يدخل في موجة جديدة من الجائحة الصحية المترافقة مع أزمة تضخم تاريخية في أسعار جل المواد والسلع الغذائية، راسمة لأزمة غذائية متفاقمة تعصف بأزيد من 3 ملايير شخص من الذين يواجهون عجزاً في شراء حاجياتهم الغذائية. وعلى ذلك النحو يوجد نحو 1 مليار شخص على مشارف العوز الغذائي، وفقاً لأحدث تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. الهيئة الأممية التي تتخذ من روما الإيطالية مقراً لها استندت تحذيراتها على تكهنات مفادها تراجع مداخل نحو 1 مليار شخص بحدود الثلث، ما يمثل نحو 40% من سكان المعمورة، كتحصيل حاصل عن عودة شبح الشلل الاقتصادي بفعل سياسات الإغلاق العام وما يترتب عنها من توقف سلاسل التوريد والإمداد. تحذيرات الزراع الأممي في تحقب الوضعية الغذائية والزراعية عبر العالم لم تتوقف هنا، بل امتدت إلى توقعات بشأن ارتفاع أسعار الأغذية الموجهة لأكثر من 845 مليون شخص على خلفية الزيادة القياسية المرتقبة في أسعار المحاصيل الواسعة الاستهلاك عبر القارات الخمسة. تكهنات مقلقة تجد في التضخم الحاد لأسعار الغذاء مبرراتها بارتفاع أثمان جل المواد الأكثر استهلاكاً لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، بتسجيل أسعار القمح لذروتها منذ 13 عاماً، في حين زادت أسعار البن بشكل ملفت لتصل لأعلى مستوى لها منذ 7 سنوات. ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.